بقول لك والله لسه ما شفناش عشان نحكم عليه، اما يجي يعمل تجربته كان حلو في التدريب ماشي، مش حلو خلاص. لا الاهلي مش محتاج مدرب، الاهلي عاوز اداره. لا العمر لا واقف على لعيبه ولا مدربين، المشكله في الاداره. عارف انه مدرب فاشل بصراحه، والسي في بتاعه كله مليان فشل. والله هو مدرب يعني هو ممكن يكون فاشل ممكن يكون كويس، بس هو الضغوط اللي عليه هي ممكن توجه المسار بتاعه، لان عليه ضغوط من الالتراس، عليه ضغوط من كذا حد، وبرده رئاسه مجلس النادي برده عليها ضغوط من الالتراس من الناس دي كلها، فكل ده ممكن يوجه المسار غلط. يعني ممكن يكون هو كويس بس ما يقدرش يكمل. الناس عماله تتكلم وعماله تقول الاهلي وتقول الزمالك وتقول مش عارف. يا جدعان بصوا لحال البلد، الاهلي فريق كبير خسر 10 بطولات 20 بطوله 50 بطوله. انت عندك نادي القرن دهيله عندك اقول لك ايه يعني واخد 200 بطوله عادي، هو يجي بس ايه حال البطولات اللي حيا منه الجزئين. لسه ما نشوفه بقى يعمل طريقه اللعبه، نشوفه هيعمل ايه شخصيته مع اللعيبه الكلام ده كله يعني. والله احنا بنتمنى يعني اللي هو ربنا يوفقه، بس مش شايف يعني اللي هو ممكن يبقى فيه امل اللي هو يعمل حاجه. احتمال على حسب ما هو فين تدريبه، ما هو اللي هيدرب، ما هو التدريب هو اللي هيبين ده اذا كان ياخد بطولات او لا.